برجع بأكمل معكم في البارت الثاني من محاضرتنا لليوم، وهو إنه إحنا نعمل تيرن للسينكرونيزيشن للإيميل على جوجل كروم. الآن حنفعل موضوع المزامنة للجيميل على المتصفح الكروم. الآن أول حاجة حفوت على الجيميل، في عنا هنا، خليني بس أعمل ساين أوت من هذا الحساب. شايفين هاي الأيقونة اللي موجودة هنا؟ أضغط عليها وحعمل أد، إنه أنا كبيرسون موجود، إنه أنا كشخص بده يستخدم جوجل كروم. أختار، ممكن أختار أي إشي بدي إياه من هنا، هذا كله حيتغير مجرد ما أعمل مزامنة. حعمل أد. الآن جابني على ويلكم تو كروم، هعمل ساين إن. هدخل الحساب تبعي اللي أنا عملته في الجزء الأول، كومبيوتينج لاب 9، هدخل كلمة المرور، الآن المصادقة الثنائية عنا مفعلة، حيبعت لي الرسالة. هاخد الكود وراح أحطه هان. دخلنا الكود. الآن هن إيش بيحكي؟ بيقول لي إنه إذا أنت بدك تعمل turn on للsynchronize، يعني بأكد لي إنه بدي أعمل سينكرونيزيشن لهذا الحساب، بإمكان السينكرونيزيشن نشوف إيش يعني بوك مارك وهاي، خلينا نشوفها. بحكي له يس آي أم إن، وأقول له تمام. الآن سكيب. الآن زي ما أنتم شايفين إنه الإيميل صار له مزامنة على هذا على المتصفح تبعي، هيو صار موجود. طيب الآن خليني أنا أبحث على شغلة، مثلا خليني أروح على الكلية الجامعية على خدمات الطلبة، حنفهم شو يعني المزامنة بالضبط وشو بتعمل. الآن أنا إيش عملت؟ ربطت حساب الجيميل تبعي وين؟ على جوجل كروم، يعني عملت مزامنة. طب شو المزامنة هي بالضبط؟ حنفهمها الآن، بس خليني قبل أروح على الكلية الجامعية، بدي أفوت على خدمات الطلبة. شايفين أنا إيش كم رابط دخلت حتى فوتت على خدمات الطلبة؟ بإمكاني إيش أعمل هيك، أجي هان وأعمل إشارة مرجعية، هيك اسمها بوك مارك، يعني إيش إشارة مرجعية، فبحط إشارة مرجعية بتكون موجودة. الآن شايفين وين ظهرت الإشارة المرجعية؟ هنا، يعني بدل ما أنا أفوت على على الكلية بعد هيك أفوت على خدمات الطلبة، لا، مجرد ما أحط الإشارة المرجعية هذه هنا وأعمل ضغط عليها، خلاص بوديني على خدمات الطلبة. الآن نعمل لكلاس روم كمان، لأنه إحنا بنستخدمه كتير، فخليني أحط له إشارة مرجعية. هيو حفوت على جوجل كلاس روم، وهعمل إيش؟ إشارة مرجعية لهذا الجوجل. هيو وين ظاهر؟ ظاهر عندي هنا. تمام، هذا بالنسبة للإشارات المرجعية، بتسهل علي إنه أنا أحفظ الروابط حتى إني أنا أرجع لها تاني. الآن لو أنا رحت مثلا على الكلية الجامعية بشكل عام، هنا نرجع هيك، ممكن أفوت على الكلية وأعملها إشارة مرجعية، لأن الإشارة المرجعية هذه ممكن أنا أعمل choose another folder، إني أنا أعمل مجلد جديد، هذا المجلد الجديد محكي إنه الفصل الأول مثلا 2020، هيو وأعمل سيف. أن شايفين ظهر عندي مجلد، هذا المجلد إيش فيه؟ الكلية الجامعية. أنا هدول لو أنا بدي أنقلهم، خليني بس أرجع هيك، أعملهم add folder وأضيفهم وين؟ على الفصل الأول. أيوة، لا مش add folder، add هان،
أخذت وأحطها في الفصل الأول وعملها جوات فولدر، فأنا أخليها أنا هيها. صار في عندي الكلية الجامعية، وصار في عندي إيش الكلاس روم وين موجود في هذا المجلد. لأن هذا المجلد أنا وقتش بيفيدني، إنه مثلا لما أكون في عندي أنا بحث، وهذا البحث اللي بعمله بحث كتير مراجع عنه، فبروح بعمل إشارات مرجعية وبأحطهم في مجلد وبأضيفهم. لأن هذه مثلا لو أنا بدي أضيفها، هاي بعملها إيديت وبروح بحطها في هذا المجلد. صاروا وين كلهم؟ هانا هيهم، هيك رتبت الشغل تبعي. هيو في عنا الكلية، في عنا الكلاس روم، في عنا خدمات الطلبة. طيب الآن خلينا نتعرف أكتر على جوجل كروم. الآن هانا إيش بحكي لي؟ إنه نيو تاب يعني بيفتح لنا تبويبة جديدة، نيو ويندو يعني بيفتح لنا ويندو جديدة هيك تانية، يعني كروما تانية. في عنا بالنسبة ل حاجة اسمها المتصفح الخفي. هذا المتصفح الخفي ايش وظيفته؟ انه ما بيحفظ البيانات اللي انا بدخلها. يعني لو انا دخلت ايميلي او دخلت حاجة على جهاز صاحبتي، بفوت من خلال المتصفح المخفي، ما بيحفظ اي بيانات عندي. خلاص مجرد ما اخلص واسكر الهذا، لا بيحفظ ايميل ولا بيحفظ اشي. طيب ايش في عنا شغلات تانية في الجيميل؟ حكينا بالنسبة للهيستوري. الهيستوري عبارة عن السجل، انا ايش في عندي اشياء بحثتها. هاي الاشياء كلها بحثتها توي، هيها وهدول عاملة لهم بوك مارك. بامكاني اني هاي اروح لإلها اعمل هيك، بوديني عليها. تمام، هنا بإمكاني أنا نفوت على السجل هيك، بإمكاني أنا أعمل كرير لبراوزر داتا، إنه أنا أحذف بيانات السجل تبعي، بديش أنا حدا يشوف أنا إيش باحثة بالضبط. فبإمكاني إني أنا أعمل كرير للبيانات هذه وأعمل له إيش، محو للبيانات اللي موجودة. نرجع على الهيستوري، الهيستوري ما في أي حاجة. طيب إيش في عنا شغلات تانية موجودة في الكروم؟ هنا الداونلود، إذا أنا نزلت إشي تظهر عندي هنا. في عنا البوك مارك اللي هم الإشارات المرجعية اللي أنا كتبتهم. في عنا الزوم، إذا أنا بدي أكبر أو أصغرها، أكبر في الأيقونات هنا هيك بأصغر. في عنا برينت، في عنا إديت، في عنا الهيلب، في عنا السيتنج نفوت عليها. هاي السيتنج إعدادات الكروم اللي موجود. هاي يوهان بحكي لي إنه الإيميل هذا اللي أنت اسمه computinglab9@gmail.com معمول إله سينكرونايز، فلو أنت بدك تلغي هذه المزامنة بإمكانك إنك تلغيه. هنا بحكي إنه كروم نيم أند بيكتشر، ممكن أنا أضيف بيكتشر للجيميل من هذه الأشياء الموجودة. تمام، خلينا نيجي على هذه. تمام، ديت بيرسون، هاي البيكتشر الموجودة. طيب مانج للأكاونت، إذا بدي أعمل له مانج أو إشي للحساب تبعي بقدر أصله من هنا. هاي كيف المظهر تبعه، نشوف الثيم إني أنا أحط مظهر للكروم. أروح على جوجل ويب ستور وأختار خلفية هيك تظهر لإله، مثلا ممكن أختار هذه لنفرض، وأعمل له add to كروم. هاي إضافة، شوية بحمل هان وبإضيفها. أعمل refresh، شايفين؟ هاي ضاف لي مرجع، ضاف سيم يعني انه مظهر للكروم تبعي من وين انا جبتها. رحت على الابيرنس اللي هي الاظهار كيف بده يكون، وانا حطيت ثيم واخترت من اللي هو كروم الستور تبع الكروم وضفته. تمام، نرجع نكمل هنا. في عندي مجموعة من الأبس، هاي الأبس التطبيقات اللي أنا بقدر أستخدمها. هذه بأروح أنا إيش في عندي تطبيقات موجودة بأضيفها وبأستخدمها هنا، بصير سهل علي لو بدي أفوت على الجيميل بأفوت هيك عطول من الأبس وبأختار الجيميل. تمام، هذا بالنسبة للكروم. الآن أنا إيش الهدف الأساسي من كل عملته واللي فرجيتكم إياه؟
الآن أنا لما أجي أنا عملت موضوع المزامنة، المزامنة هذه بحفظ إيش في أشياء لهذا الحساب، إيش في أشياء لهذا اليوزر حفظها، سواء كانت من هيستوري اللي هو سجل بحث عنه، أو إيش في عنده إشارات مرجعية بوك مارك موجودة، أو في إيش في عنده أشياء تانية بحط لي إياها، وبتكون هذه البيانات اللي أنا بحثها، يعني أنا العلامة المرجعية هذه والإشارات الموجودة إيش رحت عملت، حفظتها لهذا الحساب تبعي. فالآن خلينا نيجي نعمل إلغاء لهذه المزامنة ونشوف كيف بده يظهر. هاجي هعمل له تيرن أوف، هقول له تيرن أوف. إلغاء المزامنة الموجودة عندي وأنا أفوت كضيف، شايفين لو أنا ضفت فوتت كجست ولا إشي من البوك مارك موجودة، ولا أي حاجة من اللي أنا عملتها توي، ولا الهيستوري ولا أي إشي. فهذيك البيانات كانت إيش متعلقة فقط باليوزر اللي أنا عملت له، أو بالشخص اللي عملت له مزامنة على الكروم. تمام، لو انا عندي حساب تاني وعند وعامله مزامنه مع الكروم وفي بوك ماركس واشياء زي هيك حيظهر لي اياها، فقط هو بيظهر لي الاشياء المتعلقه بهذا البيرسون. تمام، هاي لما طلعت ساين، لما طلعت اللي هو الغيت المزامنه وفتت تاني، هيو خلاص صار بده انه انا اعمل ساين من اول وجديد. شايفين كل الاشارات المرجعية هذه كلها راحت، وايش في انا اشياء عاملاها، والمظهر تبع الكروم هذا كمان راح زي ما انتم شايفين هنا. الان لو انا رجعت شغلت المزامنة، او لا ليش اشغلها هيك، حفوت هنا هيك حختار بيرسون واحد، شايفين رجعت كل الاشياء اللي انا عملتها لهذا اليوزر. هذا بالنسبة لموضوع المزامنة على جوجل كروم. نشوف بس ايش السلايد ضل فيها اشياء. هنا حكينا انه كيف نعمل تيرن اون وتيرن هاي. تمام، الان الموضوع السينكرونايزيشن زي ما حكيت بفيدني انه هو بيحفظ البوك مارك وبيحفظ الهستوري وايش في عندي اعدادات وسيتنج انا عملتها على جوجل كروم، بربطها خلص مع هذا الحساب، وبصير هذه الاعدادات اللي عملتها فقط للحساب هذا. بعد هيك لما انا اجي اعمل مزامنة زي ما انتم شايفين، خلص اوتوماتيكلي بيكون عامل لي تسجيل دخول على هنا هيك، بكون عامل تسجيل دخول لو انا فوتت جيميل، جوجل جيميل بكون موجود. هيو خلاص بعمل هيك، انا عملت ساين ان منه وبادخل البيانات تبعتي وبافوت عليه، فبكون الحساب تبعي خلاص مربوط مع جوجل كروم، وبكون بشكل اوتوماتيكلي معمول له ساين ان، وبقدر استخدمه في السيرش في اليوتيوب والاشياء هذه. تمام، وهنا ايش في اشياء كيف نعمل تيرن اوف. مجرد ما انا الغي السينكرونايزيشن اللي عملتها، كل الهيستوري والبوك مارك والباسورد والاشياء اللي انا كانت موجوده خلاص بلغيها، لانه هذه البيانات كانت مرتبطه بحساب معين، يعني خلاص فقط مرتبطه بهذا اليوزر. زي ما حكيت هيني بارجع على الحساب هذا، هيو الحساب الموجود عندي، هاي شايفين فايد دخول هان، وهذه البيانات بإمكاني أنا أبدل إن أنا أفوت جيست، أو ممكن أضيف يوزر تاني. هيو لو أنا طلعت منه مش حيكون معه أي بوك مارك ولا أي حاجة. هذه بالنسبة لمحاضرتنا لليوم. محاضرتنا لليوم كانت عن أول السيرفيس اللي بتقدم لنا إياها، أول سيرفيس من السيرفيس اللي بتقدم لنا إياها جوجل. اتعرفنا على جوجل أكاونت، وعرفنا كيف ننشئ حساب وكيف نتعامل معه ونعمل له مانيج وإدارة وتأمين بشكل أفضل. بعد هيك رحنا على موضوع أني أنا أربط الحساب تبعي على جوجل الكروم، واشوف ايش في مميزات بتعطيني اياها المزامنة، انه هذا اليوزر فقط بيكون مسموح له، يعني انه هذه البيانات بتكون محفوظة لهذا الحساب اللي موجود عندي، ايش في عنده اشارات مرجعية واشياء زي هيك. هذه بالنسبة لمحاضرتنا، المحاضرة الثانية من مساق مقدمة في الحوسبة عملي. الان زي ما حكيت حينزل لكم واجب، الواجب هذا حيكون انه ننشئ ايميل ونبعث رسائل لبعض، وفورورد
أكثر براية عليها. غير هيك بدي أشوف موضوع المزامنة، إنكم تعملوا مزامنة للإيميل تبعكم وتنشئوا شوية هيك إشارات مرجعية حتى إنه تفهموا الموضوع كويس، وبدي إياكم تعطوني سكرينات شوت للأشياء هذه، ويعطيكم العافية.